بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي مهدي سبحانه وتعالى، إلهي بكريم مهدي. وها ما أنت داهرين تاول أركتانو هو نوري النايب ولودي هاي ومرك كل يدي أينو ودشير أينو يسكوني مهدنو مرقا هاي تحسك توسي سا إن أهرين تانا هاي تاهرين لو أهرين قران هاي تاهي صدحان قدب اللقاء حالي با قدب كان فيروس كا ساو دي مدحوينو شيغي وحوي وإنينو أمرادا قادنا oo wixii talooyina ka timaada caafimaadka iyo guddi loo sameeyaa waxaan ku darayaa waanu anoo mahadnaqayaa imaanaadka inoo soo gudmaday waxaan jecel lahayn guddidu inay meelo badan ay macaawiyo weydiisaa arintan adduunku waa arin midaysay baa weeyo loo kala sareynin waxa WHO da waa nala joogaa xafiis baa ku furan yahay halkaa حوين لا يرى أو بحي معاونة وبان هلا ويجي سوا وي خاص ما كدر لها وح كم كدر لها إن سيفل سوسايتي نجاد يو سوني يو سانسف وين فرنس سنتر تليفونا وقف كي حنو سنة يا حلاقة يا باين أنا نختار ده وقوني تليفونه ده مش كيف وقت هاي وقف كي هو صوت دره تليفونه يلا ها خسنت شو جاوا حنو سنة يا اسكت تجا إنه فرنس سنتر كا هذا اللي راهو إن أو سيا نين نين كوكا لا كذب كوكا لا إن الله فرناوي أو دوت كحنو سنة يا أي الله صحيح ليه تقال وحن قدر يا نحرزت دولدنا وين نحرزت أو عشورت أنت كي رئيسا وقت كان مجانا نسعي كل تاجرين تا يشارة كنا إن أو حلا استرا أو أي دوت ك حقال ونقطة ونحرزت ما ينبرينا ولما دي هو حنقع سنة هنا أنا مساجد شوشيا حرم كي على حرم حرم كي حرم كي صلاة دي سبحان كل واحد إيه على حرم مركا وقتي إنه مساجد إنه مهلان نظيفة بدل مهلان وحليان وي جمر لحارة على جيابة هالكي كعنت شارة مسارك أنا وبصاري سا أنا لو بيجي قاعد دوم مانو تجين موجته وحن شاء الله إنه نرشة كهرسا ما كان سا إبادة مركز إلهي وحي نوغا ديجي مساجد وحن لينا مساجد كدايا سيدا الله حلا حرم كي أدون كون الله وحيري مساجد كد شوشي يددك أو يرسان وفك سو قولي يسا كد شرد ديان الله تاوحة شرطاء سومال لدي سومال يوطا وحوين أخرت ميل في عمر ديجي يو قدوم يا شلوه ميل في عمر ديجي سومال هو ودن قارنا ويجموريد بوي مريها وحا سعطاء شيك عرورات إن توسع إن أنا نجي إن ما كان رئيس سومالي أنا نسيبه وده فكرين وحنا الشكل هو خرس أو ودنا كريلا خير خير ما هو حلي يا ولا هذا هذا سومالي الله يحل صاره هو أن هكذا سو أنت جي هاي سو الشيء باش أنا إيري له لي يقول يعني وركم هو قليل أنا يهوى يعني سومالي الله وح خير وسوق حي كوي نظام باشرة إنستيتيوشن باشرة وأقول لك أنا وراء هذا الله سوماليا إنك استوى أهيت قرض وما أنت سوماليا وح أي نقطة حيوي رباتي ما شفته وح وضمنه وراء هذا الله ما كله بيح وياه يا لي أحب ده هلأ تشوش دم شد هلأ تشوش ما كسر يا وعلى هدح الحالي هذا أنا وراء كله بحنا دولد دي محمد استاذ في أود دم بيصير دولد كتها مرسى سوماليا إلا هذا الدولد ما سوماليا ما أنا بأفر سنة ولا إيمانية صح حاجة على أوروسانية صح أغلى إنس بدلسة وحوي سومان الآن هذا يرو ضد بع أول نتاي معناه تيجي أنا حوي إنه هلسي ولا هو إنه ما كيش كنس يعني وحين الصوم مريض إنه ما كان بروح حسوسنا وحوجود بيسيتيو محمد سعد إذا عاد سك شيء جيو وحلو قامنا يا دو عيارش يقبلك قبلا هذا ودك ما كان مغنين تي وإنه ما كوجود بيسوور بع هذا وحوي ملحوينه وعدي وارن عدينا سومالي هذا المركور الله بلوني أنا ولا حد الله ديار بنو نهاي فجارة الله حد الله إنترناشيونال كوميونتي شوفت لكن واحد مقارنة ساي سرادين الله حد ليه عيا لك عيا يو سومالي روح حاز كوك عين ميس وحلا أنا يقف في سومال وين دوري أنا دشنت هالكلام اسمع عمر قال وحلا هذا سومال وين دوري سو يوكم ديار ما هني تقول تكن أبي أحمد كان رمضان مكرز وسرع
waxaan leenahay haddaa doon sidii ciidanka Soomaaliya Ethiopia wax wada qabsadaan soo daakile ka shanad oo shanti Soomaaliya sameeyno anagu shanti Soomaaliya hal dal ah aanu markaa ka qayb galay integration ka magaalada saayay Hong Kong Africa laakiin kila kan haysan ee Soomaaliya Soomaali ku dalaya adduun wax isweydiinaya wartalo Ethiopia markii horeysay oromo madax noqotay toban badbaadi doonta under the oromo leadership ya ma Ethiopia ma sii jiri karaa isweydiinaya isna wuxuu leeyahay Soomaaliya Soomaali ku daraya ana waxa weeye mowqifkayga hadaan nahay ucid wada hadalada wadamada safka hore ka soo qayb geli maaya Jabuuti ka soo qayb geli mayso yaan ku talin Ethiopia ka soo qayb geli mayso Kenya ka soo qayb geli mayso Eritrea ka soo qayb geli mayso aanu interest ka leeyahay laakiin waa ogol lahaa inaan meel fakaara ah neutral countries in ka soo qayb galaan Afrika walaal lagu dalaabo taabka waxaan leeyahay adeer Muqdisho quuso taada ka shaqeeyay tiina ka shaqeeyay ana waxaan qabsanay alxamdulillaah rabbil caalamiin Eritrea soddon sano qoreysiyati soddon sano oo dhimanaysay oo jabeed is qaabiyeen oo is khilaafiyeen they never gave up ana waxa leeyahay soddon sano waxa ka xumaaday jamacada samaysay dulkaagi baa joogta xun iyo xun laguma alaha barinta laguma soo saarin wixii ku dhacmay ilowdi lacagta hooyada waxay sidoo lacagta barki man gashin jir ma habeen kan waxay soo dhacay inay baarayaan maasa lacagta barki khaanada kugu jirta adeer waas xoreysan dulli baa ilaahay naga qaaday dulliga soo cishanina haday Soomaali wax tarsa iyaga sagaajin laha ya la wahad la may jiraan kaalka ayay laba dowlad ka jiraan Puntland land baa soo baxay wad kala saddexaad xageen ku jireen marka adeer salaadinta waxaan leeyahay aanu salaadinta aanu qaadin reerooda ka shaqeyn jireen sowelgooda ayaan ku shaqeyn jiray aqilinta peerada niman aan ogoon bir heerkooda wuxuu ku soo noolaaday ayaa siyaasa international geliyay salaadin aad u fiican oo si fiican u hadashay way jirtaa aad iyo aad ma rakaas u fiicanayn sultan barre u dambeeyay sultan maxamed baa jiray sultan waxa jiray cabdiraxmaan si fiican buu hadlay salaadin kale iyaduna ay ardu ka sii raaxada waxaan leenahay dowrta xaq baa leedeena hadashaan oo mar haddaanu sharciba jirin sharci qofkii Soomaaliyeed ku xadgudbaa traitor noqdaa haddaan halka lagu toogan jirin qaar lagu toogan waxba noqon mayn dalka loo referendum loo sameeyay ee loo dagaalamay ee loo dhintay qofka intuu iska hadlay ilaahay midnimo waa traitor waa sharci laga soo saaray waa in sharci laga soo saaraa isagoo muuqan la xukumaa sharciyada bangaalada shaqo qabatay mid 25 sano doondoonis ay qabatay dadiliyan qofku waa kuma maqan baa xukumaa ma aha markuu yimaadoon sharci baa laga soo saartay insha Allah ta'ala de waxaan leenahay tan golayaashana maanta de waa solidarity waxba iska sheegi mayne ila khayr ka noobadi subhana wa ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh